لكم مشاهدينا، وهذا اللقاء الأسبوعي معكم على شاشة النيل وإفريقيا، نظرة على شأن الإفريقي وكل ما يتعلق بملفات القارة السمراء الساخنة وأهم القضايا التي تشغل شعوبها. نلقاكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، والبداية جولة إخبارية إفريقية. الخبر الأول متعلق ببعض الشخصيات الدبلوماسية المصرية التي برزت على الساحة الإفريقية، وبالتالي هذا الأمر استدعى إلى تكريمها في قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وهذه القمة بأجندة أعمالها ومحاورها وما خرجت به ستكون ملف الحلقة المطروح للنقاش. على هامش هذه القمة تم اختيار السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السابقة أو الأسبق بأن تكون عضوة في لجنة الشخصيات المرموقة في الاتحاد الإفريقي. كذلك تم تكريم العالم المصري الدكتور علي حبيش رئيس أكاديمية البحث العلمي الأسبق عن مجمل مشواره العلمي ومساهمته بهذا العلم على الساحة الإفريقية، وحصل على جائزة كوامي نكروما للعلوم. أما عن انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي والتي عقدت أيضا أثناء هذه القمة، فازت الدكتورة أماني أبو زيد بمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك ضمن 8 مفوضين تم انتخابهم خلال جلسة مغلقة عقدها القادة الأفارقة ضمن أعمال القمة الإفريقية. تعهدت أبو زيد بممارسة المهام والمسؤوليات المنوطة بها بما يتطابق مع مصلحة الاتحاد الإفريقي بعيدا عن أي ضغوط حكومية. معي عبر الهاتف الدكتورة أماني أبو زيد التي تولت مؤخرا منصب مفوض البنية التحتية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي. أهلا بك دكتورة أماني. أهلا بك. مبروك المنصب الجديد أولا، ويعني دعينا يعني على ضوء تصريحاتك التي تعهدت فيها بأن تعملي فقط لمصلحة الاتحاد الإفريقي بدون أي ضغوط حكومية، كيف ستحققين ذلك في مجال البنية التحتية والطاقة؟ هو حضرتك يعني انا اولا اشكر حضرتك وبشكر كل المستمعين او المتفرجين، وبهني مصر كلها بهذا الانتخاب. الفريق يعني اسلوب عمل المؤسسات الدوليه اللي انا اشرف برضو ان انا كنت انتمي ليها قبل هذا الانتخاب في البنك الافريقي للتنميه، هي طبعا ليها طريقه تنفيذ واستراتيجيه تحمل مصالح كل القاره، ولكن ايضا بنبقى حريصين على عدم يعني على البعد تماما عن اي ضغوط زي ما حضرتك تفضلتي او اي تعليمات من دوله ما او اي حكومه على العمل بتاعنا. انا تقدمت عند يعني قبل الانتخاب تقدمت برؤيه متكامله ومنها الاستراتيجي لتنفيذ الرؤيه، وايضا قد يعني شرحت كيف ساسهم شخصية في ماذا أضيف إلى هذا المنصب. الرؤية تعتمد على على المكاسب التي حققتها القارة حتى الآن، وهي مكاسب عظيمة بدليل معدلات النمو طوال 15 عام كلها إيجابية ومتسارعة بشكل جنسي. تأخذ بالاعتبار خصوصيات كل دولة وخصوصيات كل إقليم. حضرتك عارفة طبعا إن القارة بها 54 دولة، كل منها لها طبيعة خاصة، لها تحديات خاصة، لها دخل نسب الدخل تختلف من دولة إلى أخرى، هناك دول جذرية، هناك دول تحتاج إلى عدد بناء بعض النزاعات، هناك دول متوسطة الدخل، فيعني أخذ في الاعتبار كل هذه الخصوصيات، وأيضا أيضا تأخذ في الاعتبار التنافسيه الدوليه، فاحنا حريصين ايضا على الاندماج الاقليمي لان هذا يجعل القاره ينوسع الاسواق القاره لتوسيع التجاره البينيه وخلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاديات الافريقيه، وايضا زياده تنافسيه القاره مقارنه بالتجمعات الاقتصاديه الاخرى في العالم. وعند تنفيذ طبعا كل اللي هي اللي بنتكلم على الطاقه او اي نوع من انواع البنيه التحتيه، حريصين جدا ايضا ان ناخد عامل التغير المناخي والاستفاده بالموارد الطبيعيه لل في الطاقه البديله والمتجدده. نعم،
أنا بشكرك جزيلا دكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي. أعلنت إيطاليا كواحدة من الدول التي يعني برزت في الطريق إليها كهجرة غير شرعية من بين عدد من الأفارقة، وأعلنت عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو سيخصص لمساعدة دول إفريقية عدة، وذلك للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين منها إلى البلاد. وأوضحت إيطاليا أن الصندوق سيتعاون بصورة خاصة مع ليبيا وتونس والنيجر، ويخطط لتوسيع التعاون مع دول إفريقية أخرى مستقبلا على أن يشمل نيجيريا والسنغال وإثيوبيا. وقد وصل أكثر من 180 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية فقط في عام 2016. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وفرنسا بدأت اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام، وأيضا تعزيز الفهم الصحيح تجاه القضايا المشتركة. السودان أوضحت من جانبها أن هذه اللجنة تبحث تبادل الآراء وتعزيز الفهم الصحيح تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وكانت آخر هذه الجولات التي عقدت بنفس هذا الشأن عقدت في الخرطوم في عام 2014. يواصل الملك محمد السادس ملك المغرب زيارته إلى جنوب السودان، وتسعى الرباط إلى تعزيز وجودها التجارية وحجم استثماراتها ونفوذها الدبلوماسي تجاه القارة الإفريقية بشكل عام. تعهدت الرباط على ضوء هذه الزيارة بدفع تمويل يقدر ب5.1 مليون دولار لدراسات جدوى مشروع تشييد عاصمة جديدة لجنوب السودان في وسط البلاد، وهي فكرة تعود إلى ما قبل الاستقلال. معي عبر الهاتف السيد عبد المنعم عسيل عضو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. مساء الخير سيد عبد المنعم. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بك، في رايك الى اي مدى يعني يصب في صالح السودان هذا التعاون المغربي مع جنوب السودان؟ لا انا بفتكر يعني اي دوله لازم تكون عندها علاقات وعندها صلات مع الدول الاخرى، يعني ما بيقدر يعيش في هذه الدنيا لوحده. يعني انا مفتقد في اطار اوروبا وفي اطار الوصول المشترك وفي اطار يعني التعاون المشترك ما بين الدول وكذا. انا مفتقد ده يعني خطوه كويسه وخطوه جريئه، وانا مفتقد بتوضع مصلحه بتاعت الشعبين ان شاء الله. نعم، عاصمة جديدة في جنوب السودان تعهدت بتمويلها المغرب، في رأيك هذا المشروع يعني إلى أي مدى يمكن أن ينجح في ظل الأوضاع الأمنية التي ما زالت متدهورة في جنوب السودان؟ والله ممكن تنجح يعني بحالة الإخوة في الجنوب يعني يتحملوا المسؤولية، المؤسسات تكون يعني كده يعني تكون بصلابة وتكون يعني مغتدرة والأمن التكلفة يعني أكيد الشعب يعني الواضح يستفيد من سيد عبد المنعم، يعني مع الأسف لم نستطع إيضاح الصوت بشكل كامل لعيب فني في المصدر. أشكرك على أي حال سيد عبد المنعم عسيل عضو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. نتحول إلى نيجيريا التي تعاني من تحديات اقتصادية عدة، ووصلت هذه التحديات إلى ضائقة مالية بالفعل تواجهها الحكومة النيجيرية، ما دفعها إلى طلب من شركات النفط متعددة الجنسيات تحديدا اثنين منهما ومنهم توتال للنفط الخام بمبلغ 635 مليون دولار، وهي الشركات التي لم تعلن عن شحناتها لخارج البلاد طوال الفترة بين عامي 2011 و2014. ورفعت الحكومة قضيتين بالمحكمة الاتحادية العليا بلاغوس، وتشير دلائل متعددة إلى أن الحكومة ستقوم بتقديم دعاوى مشابهة ضد الشركات الأخرى متعددة الجنسيات.
كما ذكرنا في البداية، الملف الذي نطرحه معكم للنقاش قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وجاءت تحت شعار العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب. هذه القمة شعارها بالتأكيد يوضح ما تحاول أن تقوم به القارة من جهود لتحقيق التنمية، سواء من خلال استغلال ثرواتها أو من خلال استغلال طاقاتها البشرية، وعلى رأسهم بكل تأكيد الشباب. هذه القمة أهميتها تكمن أيضا في انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تمت أثناء هذه القمة، وما تم إضافته من تمويل إلى الاتحاد الإفريقي وزيادة ميزانيته، ما يصب بالتأكيد في صالح مختلف الدول الإفريقية. كما تابعنا في البداية مفوضة البنية التحتية والطاقة كانت سيدة مصرية هي الدكتورة أماني أبو زيد، وطرحت مثال لاستعداداتها للدخول بهذا الملف ومعالجة هذا الأمر، البنية التحتية والطاقة في عدة دول إفريقية. هذا مثال، هذا قطاع من القطاعات التي يتولى الاتحاد الإفريقي معالجتها في دول القارة التي تشهد تحديات عدة، نظرا لوجود نزاعات، نظرا أيضا لعدم قدرة بعض الدول الإفريقية على الاستغلال الأمثل لثرواتها. المغرب أيضا كانت موجودة ضمن الاتحاد الإفريقي لأول مرة في هذه القمة بعد قطيعة لسنوات طويلة، وهو واحد من الأمور التي ألقت الضوء على هذه القمة التي كانت مليئة بالملفات التي نطرحها معكم للنقاش في حوار مفصل بعد التقرير. على مدى 3 أيام شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية 28 التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وترأس الرئيس السيسي اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث أكد أن جهود التعامل مع تحديات تغير المناخ في إفريقيا تكتسب أهمية متزايدة، مشيرا إلى قيام مصر بصفتها منسق اللجنة بإطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال القمة وقع الرئيس السيسي على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، بما يعكس حرص مصر على تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة الفساد والالتزام بالمعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة. وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، حيث أكد الزعيمان على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والبناء على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، سواء على مستوى القيادة أو على الجانب المؤسسي. وجاءت مشاركة مصر في القمة الإفريقية في إطار الجهود المصرية للتواصل مع الأشقاء الأفارقة ولتوثيق العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية وتعزيز الدور المصري على مستوى القارة، لا سيما في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وعضوية مجلس الأمن. على جانب آخر، تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس مقعد بلاده في الاتحاد الإفريقي من جديد بعد 33 عاما على انسحاب المغرب منه. كانت 39 دولة من أصل 54 قد أيدت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد خروجه منه في عام 1984، احتجاجا على قبول المنظمة الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها ما يعرف بجبهة البوليساريو، فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من أراضيه. إذن متابعة لأهم ما ورد في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت منذ أيام في أديس أبابا مع ضيفي الكريمين في هذه الحلقة، سيادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك سيادة السفير. أهلا بك. معنا أيضا دكتورة عزيزة بدر الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة. أهلا بك دكتورة عزيزة. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيادة السفير، يعني كيف تابعت أعمال هذه القمة؟ كانت حافلة يعني الملفات والأجواء، يعني على هامش هذه القمة هناك أمور كثيرة يعني لافتة للانتباه، وجود المغرب يعني واحد من الملفات،
اللقاءات التي عقدت على هامشها، كان هناك لقاء لافت أيضا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، كانت حافلة بيعني نقاط عديدة، أهم ما توقفت عنده في هذه النقاط. في الحقيقة يعني هي كانت يعني تمثل استمرارا لسياسة العودة للوضع المصري الطبيعي في القارة الأفريقية بعد فترة من للأسف للإهمال الشديد، فترة من الفترات حصل إهمال لأفريقيا في السياسة الخارجية المصرية، ولكن الرئيس السيسي حريص على حضور القمم الأفريقية والقيام بالزيارات لمناطق الأفريقية، بالذات المناطق التي متصلة هي بالأمن القومي المصري ومياه النيل، سواء على مستوى أثيوبيا والنيل الأزرق أو على موضوع سد النهضة أو على مستوى الدول البحيرات العظمى زي أوغندا وغيرها من الدول الأفريقية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في الحقيقة برضو موضوعات زي موضوعات مقاومة الفساد كان أحد الموضوعات الهامة جدا. بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على اتفاقية لمكافحة الفساد. نعم، لأن الفساد طبعا هذا قضية يعني تخص الاقتصاد الأفريقي وأحد المعوقات الأساسية للتنمية وللتقدم في القارة الأفريقية. كذلك الاتصالات التي تمت كما قلنا على هامش هذه القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين القادة الأفارقة في مجالات مختلفة، مقاومة الإرهاب، موضوع سد النهضة، الموضوعات الأفريقية بصفة عامة، من الموضوعات برضو الهامة على مستوى الاجتماع اللي هو كمنظمة إقليمية هامة، منظمة الاتحاد الأفريقي، عندنا إعادة الهيكلة، هيكلة الاتحاد الأفريقي، هذه أمر في منتهى الأهمية، لأن هناك قرارات كثيرة اتخذت في الإطار الأفريقي ولم توضع موضع التنفيذ، ومن هنا فإن عملية تتحدث عن زيادة تمويل الاتحاد أم على انتخابات المفوضين؟ لا، ما هو يعني في إطار إعادة الهيكلة برضو، إعادة هيكلة الاتحاد نفسه، هذا أمر في منتهى الأهمية، لأن لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وما يصدر من بيانات عن القمم الأفريقية. تمام. والحمد لله يعني بقى يعني تواكب مع القمة الأفريقية المباريات الخاصة بكأس أفريقيا أيضا، ويعني كانت فيها أخبار الحمد لله سارة، ونتمنى المزيد من الأخبار السارة في الفترة القادمة. أكيد يعني وحدت إفريقيا على المستوى الرياضي مهم الأفارقة جميعا طبعاً. ويعني يتوازى مع الزخم على السياحة السياسية. بالضبط. دكتورة عزيزة، شعار القمة الاستثمار في الشباب، شباب الأفارقة يهاجرون من إفريقيا يعانون من البطالة، يلجؤون إلى الفكر المتطرف، يعني عندما نتحدث عن الاستثمار في الشباب فنحن نتحدث عن يعني إعادة نظرة شاملة في التعامل مع شباب القارة الإفريقية بشكل عام، لأن المشاكل في النهاية واحدة. كيف يتم ذلك؟ أكيد لن يتم من خلال قمة واحدة، لكنه شعار هام لابد من التوقف عنده. هو الحقيقة طبعا شعار هام جدا، والقضية دي من القضايا المهمة والملحة في نفس الوقت، وهي ليست قضية آنية لأنها بتشتمل على المستقبل، فالشباب هم مسؤولوا المستقبل إن شاء الله. والحقيقة أن القاعدة العريضة من سكان القارة الإفريقية الشباب وكمان صغار السن، فهتفضل قضية الشباب لفترة طويلة، لأن بالنسبة للخمس دول الشمالية يعني معدلات الشباب أكتر من بقية الدول الإفريقية باستثناء جنوب أفريقيا، يعني هم عندهم معدلات الأطفال الصغار دون 15 سنة معدلات نسب كبيرة جدا، مع بداية الانتقال الديموغرافي لمراحل الشباب احنا فعلا في مراحل الشباب بشكل كبير جدا، فهم قدامهم عقود طويلة جدا ستظل قضية الشباب ملحة وأساسية. احنا في مرحلة بنسميها اليوث بالج، او اللي هي مرحلة انفجار او التضخم فئة الشباب. فئة الشباب دي نعمة طبعا، لانها هي اللي تقوم في سن العمل، تقوم بالعمل، لكن لما بتكون ما فيش حوكمة وما في فقر زي ما حاصل، في اضطرابات، في عنف مجتمعي، في عدم لا تساوي، نون جاستس، ما فيش عدالة اجتماعية، ما فيش مجتمع ثقافي يحتضنهم، فرص عمل يعملوا فيها، فرص حياة كريمة وجودة يعني حياة. يعني لو توفر تصبح أو يصبح هذه النسبة الكبيرة من الشباب نعمة طبعا، لأن هي دي القوة العاملة
اللي بتتبنى الإعالة لصغار السن ولكبار السن ولغير عاملين. طيب فإذا كل كانت دولة على حدة بتعالج هذا الأمر، لما نتحدث عن كيان يحاول أن يحل مشاكله، والاتحاد الإفريقي يبذل أقصى جهوده من أجل حل مشاكل القارة، هو الحقيقة كيف يتم ذلك من خلال هذا الكيان؟ لكي يحل الاتحاد الإفريقي هذه القضية لابد وأن تكون هناك سياسات واستراتيجيات لاحتواء هؤلاء الشباب ولتوفير فرص العمل وجذب أساسا جذب الاستثمارات والاستفادة من الإمكانات وخلق فرص عمل حتى يجد هذا الشباب أساسا فرص عمل، ويجد والمناخ أيضا السياسي والمناخ الثقافي والمناخ الاجتماعي ومع المناخ الاقتصادي، لن يكون هناك أي استفادة من الشباب وأي تحجيم لعمليات الهجرة غير المشروعة وللاقتتال والصراعات اللي بيستخدم فيها الشباب والأطفال كوقود للحرب وكمحاربين وغيره في صحيح في التمرد وفي الوسائل المسلحة، إلا إذا تم احتواء هؤلاء الشباب وتوفير فرص عمل وتحقيق شروط جودة الحياة. جودة الحياة دي لا يمكن أن تكون للشباب فقط، لابد وأن تضمن تشمل المجتمع كله، فلابد إذن من سياسات واستراتيجيات لفتح مجالات الاستثمار، لتحسين حالة التعليم، لتحسين الخطاب الديني أيا كان الدين، للدمج في السياسة، الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية، وأن يكون الحكم رشيدا. نعم. إذا كان الحكم رشيدا ستتحقق وراءه أشياء كثيرة جدا. طيب اسمحوا لنا تنضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية طبعا، والتي تم اختيارها مؤخرا لكي تكون عضوة في لجنة الشخصيات المرموقة داخل الاتحاد الإفريقي. أهلا بك سيادة السفيرة معنا. مساء الخير يا فندم، أهلا بك ومبروك لك هذا المنصب، أكيد يعني يأتي تتويجا لمشوار طويل عملتي خلاله على الساحة الإفريقية. الله يخليكي. الحمد لله لا أنا سعيدة جدا بهذا المنصب. طيب إعادة هيكلة الاتحاد، يعني إذا صح التعبير لدينا زيادة تمويل للاتحاد الإفريقي، ولدينا انتخابات تمت على هامش هذه القمة أيضا، وكانت يعني يعول عليها لزيادة التمثيل الإفريقي شرفا وعملا وجهدا على الساحة الدولية. هذه الانتخابات كيف ترين تأثيرها على الاتحاد؟ اللي هي الانتخابات بتاعت الانتخابات اللي تمت على هامش القمة. هي مش على هامش القمة، هي ده صلب القمة، الانتخابات المفوض وال مش كده. لا بالضبط يا فندم، هي كانت مقترحة في قمة كيجالي السابقة من الرئيس بول كيجامي، وتم عقدها خلال هذه القمة. لا الانتخابات طبعا ليها تأثيرها، لأنه شخصية رئيس المفوضية بتكون هي يعني اللي بتوجه الدفة بالنسبة للاتحاد الأفريقي خلال الفترة القادمة، والمفاوضين أهميتهم كمان أكبر، لأن كل واحد منهم متولي قطاع وقطاع هام، والحمد لله ان احنا يعني احرزنا نجاح بتولينا المفوضيه البنيه الاساسيه، لان هو ده اهم موضوع في القاره الافريقيه في احتياج ليه خلال هذه الفتره. نعم. طيب سيادة السفيرة، أيضا زيادة تمويل الاتحاد الإفريقي بخصم 2% من ضريبة واردات كل دولة، كيف يخدم قضايا الاتحاد؟ هو ده طبعا هيدخل في الميزانية بتاعت الاتحاد، وبالتالي هيمكن الاتحاد من يعني ان هو يقوم بتنفيذ البرامج والأنشطة اللي هو بيقرروها الرؤساء في خلال القمة الخاصة بيهم. واحنا عندنا مشاكل كثيرة كانت متعلقة بالتمويل، يعني مثلا المشكلة بتاع تمويل القوات الأفريقية اللي بتتدخل في قضايا السلم والأمن. احنا يعني كانت تقريبا ان هو يتوقف قوات الامن الصام اللي موجودة في الصومال، نتيجة لان الاتحاد الاوروبي اللي كان بيمول اوقف التمويل، وبالتالي ابتدت القوات تنسحب من الصومال، وده بيمكن الارهابيين اللي هم بتوع جماعات الشباب من ان هم يمارسوا بقى سيطرتهم على البلد، بعد ما كنا احرزنا تقدم في هذا الصدد. حاجات تانية كتير زي المشروعات الإقليمية، المشروع بتاع مثلا طريق القاهرة الكيب، في بعض المناطق اللي هي مش بتمولها الدول،
دي برضو متوقفة كانت نتيجة التمويل. عندنا مشروعات زي توليد الطاقة الكهربائية من بعض السدود، عندنا يعني موضوعات كثيرة جدا كان نقص التمويل هو السبب في توقفها. فأنا دلوقتي لما نزود الموارد بالنسبة للتمويل ده بيساعدنا على التنفيذ، لأنه كمان برضو الحقيقة أنه في دول من الدول الأفريقية لا تسدد حصتها، نعم، يعني تحت دعوة بقى أنها ظروفها الاقتصادية لا تسمح أو فيها بعض الحروب الأهلية أو غيره، اللي ما فيش دولة أساسا زي الصومال، يعني دولة تقريبا فاشلة زي أفريقيا الوسطى، ودول بنوقع عليهم عقوبات، ولكن يبقى في الآخر أنه الحصة بتاعتهم لا تسدد. وتعتقد أن هذه المشكلة ستبقى قائمة؟ هي طبعا ستبقى قائمة طالما بقيت المشاكل السلم والأمن بصفة عامة في القارة الأفريقية، لأنه ما فيش حكومات في هذه الدول، وبالتالي ما بتقدريش تطالبي أي حد بتنفيذ الالتزامات. طيب سيادة السفيرة، سأعود مرة أخرى إلى المنصب الجديد التي يعني توليتيه، أو يعني إذا صح هذه المكانة داخل الاتحاد الإفريقي، لجنة الشخصيات المرموقة، دورها تحديدا؟ هي اللجنة دي في آلية اسمها آلية مراجعة النظراء. آلية مراجعة النظراء دي منبثقة عما يسمى مبادرة النفاذ، لا أدري إن كنتم تتذكرونها. هي كانت بدأت في عام 2005 بخمس دول أفريقية، كان من بينها مصر، وكان الهدف من المبادرة دي إنه أفريقيا تعتمد على نفسها في إحداث النهضة الأفريقية، ما يسمى بالنهضة أو الرينيسانس. وقلنا أياميها إنه الاعتماد على الاستمرار في الاعتماد على المعونات الخارجية، ده الدول اللي بتقدمه معونات مشروطة وبتوجهها للقطاعات والأولويات اللي بتحقق مصالحها هي وليس مصالح القارة. نعم. المهم إن هو انبثقت عن المبادرة، مبادرة النفاذ، آلية اتفقوا فيها على أنه يتم إعداد تقارير عن الدول الأفريقية الراغبة، والتقارير دي تكون بتشمل عدد من المحاور بالنسبة لمستوى أداء الدولة، سواء في مجال التنمية الاقتصادية، في مجال الحوكمة، في مجال العلاقات مع القطاع الخاص أو مع المجتمع المدني، يعني في عدد من المجالات. تقوم آلية مراجعة النظراء يعني الأمانة بتاعتها بإعداد التقارير، ثم يجتمع الرؤساء مع رئيس الدولة اللي اتعمل عنها التقرير ويعرضوه عليه ويقولوا له أنت عندك هنا نقاط ضعف، وهنا أنت متميز وحققت ما يجب تحقيقه. بالنسبة للمجالات اللي فيها نقاط ضعف بيقترحوا عليه الحلول، وبيحاولوا ان هم يساعدوه في ان هو يتخطى المشكله اللي هو بيعاني منها دي لغايه ما يقدر ان هو يوصل للمستوى المطلوب. نعم. وده بيتم بشكل ايجابي، يعني ما هوش نقد سلبي او زي ما الدول الغربيه كانت بتعمل معانا في افريقيا، انتقادات لحقوق انسان وبالتالي هنوقف المعونه، مش عارفه انتم مش عاجبنا طريقتكم في التعامل مع مين فهنعمل كذا. لا، هو انتقاد بهدف ايجابي. فهذه اللجنه هي المسؤوله عن الاشراف على هذه التقارير واعداد الاجتماعات للرؤساء الافارقه اللي بيتحدثوا فيها مع رئيس الدوله محل التقرير. تمام. طيب اتمنى سياده السفيره ان حضرتك تكوني موجوده معانا على الهواء عفوا مباشره، يعني على مدار الحلقات القادمه، لكي يعني نفهم اكثر حول دور هذه اللجنه ودورها وما بدات بالعمل به، يعني ان شاء الله في الايام القادمه. ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. بشكرك جزيلا سياده السفيره منى عمر، مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه. سياده السفير، يعني سياده السفيره منى عمر يعني شرحت لنا بما فيه يعني التوضيح الاكبر والكافي حول عمل يعني لجنه اولا الشخصيات المرموقه ومهام الاتحاد الافريقي في المرحله القادمه. دعنا ننتقل لقضيه هامه ايضا، وهي وجود المغرب داخل اروقه الاتحاد الافريقي من جديد.
ما الذي سيضيفه، خاصة وأن كان هناك زيارة هامة تحدثنا عنها في البداية الملك محمد السادس إلى جنوب السودان وتمويل للعاصمة الجديدة في جنوب السودان، وجود المغرب داخل الاتحاد ما الذي يضيفه من جديد؟ في الحقيقة هو عودة للوضع الطبيعي. المغرب دولة أفريقية ودولة أفريقية هامة. أتذكر عندما أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963 كان الملك محمد الخامس ملك المغرب أحد المؤسسين المهمين جدا، زي الرئيس عبد الناصر والملك وهيلة سلاسي إمبراطور أثيوبيا، ودول كانوا يعني الدول التي أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية. فالمغرب كانت عضوا وعضوا أساسيا في منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي. المغرب دولة هامة، دولة عربية أفريقية، فوجودها في هذا عودة إلى الوضع الطبيعي فيها، بغض النظر أنا أتكلم في العموميات، لا نتكلم عن بقى الصراعات بين الدول وبعضها وهذا الشكل، إنما يعني هذه الصراعات موجودة باستمرار وستظل موجودة في كل دول العالم، والصراعات البينية بين الدول وبعضها، ولكن كدولة أفريقية هامة، هي دولة أفريقية هامة جدا في الشمال الأفريقي، دولة من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي أساسا من منظمة الوحدة الأفريقية. أعتقد أن كان وجودها خارج الاتحاد كان شيئا غير طبيعي. فهذا طيب معنى ذلك أن المغرب ممكن يقبل تنازلات فيما يتعلق بجبهة البوليساريو واعتراضها على هذا الأمر الذي دعاها إلى ترك الاتحاد؟ نتوقع هذا، أتوقع هذا شخصيا، وأنه ولذلك حتى ممثل جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الأفريقية رحب بعودة المغرب إلى منظمة الوحدة الأفريقية، وهم كانوا يتمنون هذا يعني. فهذا هو رجوع إلى الوضع الطبيعي، وبالتالي يعني ولا بد أن تكون هناك مفاوضات طبعا والوصول إلى نوع من الحل الوسط. طيب سعود لك دكتورة عزيزة للتعقيب، لكن اسمح لنا مع مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير حول نتائج قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في أديس أبابا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ما زلنا نناقش محاور وأجندة أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في أديس أبابا. دكتورة عزيزة، يعني كنا نتحدث مع سيادة السفيرة منى عمر حول تمويل الاتحاد الإفريقي وزيادته، هي طرحت نقطة شديدة الخطورة، وهي مع الأسف ليست كل الدول الإفريقية تستطيع أن تقوم بالإيفاء بالتزاماتها تجاه تمويل الاتحاد الإفريقي، نظرا لضعفها الاقتصادي، نظرا للنزاعات السياسية الدائرة فيها، فيما سيفيد في رأيك زيادة تمويل الاتحاد؟ طبعا هو زيادة التمويل يساهم في تحقيق استيفاء الأنشطة اللي مطلوب أنها لها تمويل، يعني إجراء الدراسات، إجراء السفر من مكان الاجتماعات، المشروعات المرتبطة بقضايا محددة، اجتماعات اللجان المختلفة زي لجان مثلا التغير المناخي، لجان الطاقة، فض المنازعات، آلية مش عارف، حاجات كتير جدا طبعا كلها محتاجة تمويل يعني محتاجة. لكن إذا ما بقيت النزاعات وبقيت الأوضاع في هذه الدول على ما هي عالية، هذا عائق يعني ليس فقط أمام تمويل الاتحاد، ولكن عائق أمام التنمية في إفريقيا، يعني واحد من أهم المعوقات.
صحيح. هو يعني مثلما ذكرتي سيادتك، هو أساس الإشكالية في أفريقيا هي قضية التنمية وعدم وجود اقتصاد يستطيع أن يتحمل تبعات التنمية ومتطلباتها، وسواء كان هذا بسبب سوء الإدارة أو عدم الحوكمة أو بسبب أسباب سياسية، أسباب صراعات، أسباب تدني والقدرات مثلا، الفساد غيره، أيا كانت الأسباب أفريقيا قارة مديونة، يعني معظم الدول لديها ديون كبيرة. يعني إحنا في مصر مثلا عندنا دين، علينا ديون كبيرة وهكذا. وإحنا يعني أنت لو شفتي مين من الدول الأفريقية الخمسة الكبار مثلا، هتلاقي مصر وجنوب أفريقيا والمغرب مثلا وفي حالة تفاوت كمان بين اقتصادات الدول الأفريقية. الدول الغنية جدا في أفريقيا حالتها عاملة إزاي؟ الصومال دي أصبحت حالة، الصومالة دي أصبحت نموذج يعني للدولة المفككة المهترئة اللي لا دولة. وكذلك جنوب وسط أفريقيا، غرب أفريقيا، في عدد من الدول مالي ومشكلتها. يعني الدول الأفريقية بتعاني من أصلا مشاكل مالية كبيرة جدا، بتعاني من يعني الهيكل الاقتصادي عنده فيه مشكلة، ميزانها التجاري لصالح الاستيراد ما بتصدرش يعني كما يجب، بتصدر مواد خام. يعني هي محتاجة تنمية كبيرة جدا، زي ما احنا محتاجين على المستوى الفردي مصر أو أي دولة محتاجين التصنيع، امتصاص القوى العاملة، يبقى اقتصاد منتج، بعدين التجارة البينية بيننا وبين بعض، التكامل في سل. يعني ايه فايدة يعني عجبتني كلمة الحقيقة في جريدة الأهرام وانا بقرا امس، ان رئيس الاتحاد الافريقي بيقول ما جدوى الاتحاد الافريقي اصلا اذا لم يوجه نشاطه لان يتحسن حالة السكان في القارة. فإذا لم تكن هناك جودة حياة ونوعية حياة الناس تتغير وتتحسن بكل، يبقى لا داعي للاتحاد الأفريقي أصلا بكل ما يتحمله من نفقات وأعباء هو محتاج لها ومش قادرة الدول توفي بها وهكذا. طيب تعقيبا سيادة السفير، هناك جهود إفريقية يعني لإحياء هذا التبادل التجاري، يعني معالجة مشكلة النقل ما بين الدول الإفريقية، مشكلة كبيرة جدا، هي واحدة من المشاكل، لكن أمامها مشروعات طموحة تأخذ وقت طويل لكي تحقق أهدافها. لحين تحقيق ذلك، يعني كيف يمكن أن يكون للاتحاد الإفريقي بالفعل جدواه ويعني قيمته في تحسين حياة الدول الإفريقية؟ هو بالتأكيد له جدواه، وأعتقد كان أحد الموضوعات الأساسية في هذه القمة الأفريقية هو التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة بين الدول الأفريقية، التجارة الحرة بين الدول الأفريقية. هذه بداية للاندماج الأفريقي والوحدة الاقتصادية الأفريقية الكاملة. فتحرير التجارة هو الأول، أول شيء يعني بتعمل التجارة، اتفاقية تجارة حرة دي شيء أساسي ومطلوب للتجارة البينية بين الدول الأفريقية. عندنا تجمعات أفريقية إقليمية زي الكوميسا وزي اتحاد غرب أفريقيا وهكذا، فهذه المنظمات الإقليمية حتى اجتمع منها ثلاثة عندنا في شرم الشيخ في أظن العام الماضي، وكان اجتماع في غاية الأهمية. اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت أيضا شيء أساسي ومطلوب. كل ده كله، مقاومة الفساد كان شيء أساسي جدا عشان تحصل تنمية حقيقية، موضوع الشباب ودور الشباب، كل ده كله يعني أشياء أساسية وبدايات لتنمية حقيقية. بيتقف في النزاعات السياسية والأوضاع الأمنية والإرهاب عائق أمام كل هذه الطموحات، على الأقل تؤخرها. نعم بالتأكيد هي تؤخرها، ولكن برضو الاتحاد الأفريقي له دور، والاجتماعات والاتصالات التي تمت بين الزعماء والقادة الأفارقة أثناء الاجتماع على هامش القمة الأفريقية تناولت موضوع الإرهاب، وهذا كان أحد الموضوعات الأساسية والهامة في القارة الأفريقية. القارة الأفريقية طبعا حظها للأسف سيء، لأنه هي رغم غناها في المواد الأولية وهذا تعاني تكالبا دوليا عليها، وتعاني حاليا التكالب الثاني على القارة الأفريقية. التكالب الأول سنة 1885 عندما قسمت أفريقيا بين الدول الأوروبية، مؤتمر برلين سنة 1885، نعاني حاليا من التكالب الثاني على أفريقيا. كل الدول الكبرى حاليا والدول المتقدمة اقتصاديا داخلة في أفريقيا، الصين، اليابان، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إسرائيل، البرازيل، إسرائيل، كل هذه الدول، وأمريكا غرب أوروبا. ولكن رغم هذا فاتجاهات التنمية موجودة، وفي هناك أشياء أساسية. إحنا لنا دور برضو مهم جدا، مصر عندنا مشروع مهم جدا لربط منطقة البحيرات العظمى بالبحر الأبيض المتوسط عبر مياه النيل،
هذا شيء في غاية الأهمية ويساعد الدول الأفريقية الحبيسة التي ليس لها سواحل على البحار في تنمية تجارتها وفي الوصول إلى الأسواق الأوروبية بنوع من ما يفيد الاقتصاد بتاعها ويؤدي ويؤثر عليها اقتصاديا ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية. دعني أنتقل للدكتورة عزيزة في هذه النقطة، يعني تجاذب هذه القوى الكبرى في توغل اقتصاديا في إفريقيا، في رأيك يعني لماذا لم يفيد إفريقيا؟ هل لم تحسن إفريقيا توظيف تواجد هذه القوى الكبرى؟ لا، هي مش موجودة عشان تفيد أفريقيا، هي موجودة عشان تستنزف أفريقيا. يعني هي سلسلة من الاستنزاف بدأت من ساعة من الوقت الكشوف الجغرافية وحتى الآن. وللأسف يعني الدول الأفريقية بنفسها هي التي تساهم في ذلك، لأن الدول الأفريقية استقلت منذ يعني أكثر من نصف قرن، دي أقل يعني آخر واحدة مستقلة. لكن من وقتها في عقود اسمها عقود التنمية الضائعة، يعني عقد الثمانينات ده كان عقد التنمية الضائع. انتباههم للصراعات وللتحقيق الأهداف الذاتية وعدم الالتفات لتحسين الاقتصاد وتحسين حياة الناس وهكذا ساهم طبعا في، وكمان التبعية الاقتصادية لدول بعينها، وبعدين الاقتصاد العالمي حاليا الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، كل هذه الأمور عينها على القارة الإفريقية ومواردها التي ما زالت تكتشف، يعني من أغلى العناصر المعدنية، الماس والتنتالم اللي بيستخدم في الشيبس بتاعة الموبايلات وكل الألكترونات والطائرات والصواريخ وغيره، دي بتنتج في القارة الإفريقية، اليورانيوم وغيره ومع ذلك لا تفيد دول لأنها القارة. بتستنزف وبتتاخد خام. أنت القاطرة الوحيدة اللي ممكن تحرك القارة الإفريقية التصنيع، الصناعة، ومصر على أولهم. يعني يعني مصر أدركت ذلك يعني بعد أزمتها الاقتصادية. أدركت ذلك، لكن ما زالت الخطوات طويلة وما زالت لازم إجراءات فاعلة. يعني زي ما تفضل سيادة السفير بيقول عندها، والاتحاد الأفريقي أهميته كده، لكن متى تفعل وكيف تفعل وكيف تنفذ فعلا على أرض الواقع وتأتي بمردود، هو ده، هي دي، هذا هو المحك وهذه القضية. فنحن فعلا في حاجة شديدة جدا يعني أن تنتبه الدول الإفريقية، لأن تكون الاستثمارات ليست كما قالت السفيرة منى عمر طبعا وكلامها مظبوط جدا، إنها بتدينا قروض وبتعمل استثمارات بتحقق أهدافها هي، لكن لازم تبقى موجهة مننا إحنا ماذا نريد بالضبط من المستثمر الأجنبي أو من الشركات المتعددة الجنسيات أو من الشريك الأجنبي. لكن هو بيغرينا بشوية مليارات أو بأنه يعمل مش عارف مزرعة، يعمل سد، يعمل كذا. يعني هل تدركي مثلا أن بيعملوا وقود حيوي على حساب إنتاج المواد الغذائية في دول شرق أفريقيا؟ لمين الوقود الحيوي؟ مش لينا احنا. احنا في حوض النيل غير مصر 15% من السكان اللي عندهم كهرباء مثلا، يعني وهكذا قيسي على كذا معظم الدول الإفريقية. طيب، ما زال نسبة كبيرة جدا منها بتستخدم الوقود الحيوي وروث الحيوانات وغيره، والوقود غير الكهرباء وغير يعني المعيشة فعلا في القارة الإفريقية لابد وأن يدركها. نحن ندركها لأننا لنا عقود بندرس القارة الإفريقية، يعني متخصصين في نعرف بالضبط إيه اللي يعني الموجود. هي يعني أكيد متعرف عليه حتى كمان، هو محتاجة الكثير، ويعني نظرة يعني عام على الشؤون الإفريقية بشكل عام، نجد أنه خيرات الدول الإفريقية لا يستفيد بها أبنائها. الحل أمام ذلك سيادة السفير هو الوحدة الإفريقية، أن يكون الاتحاد الإفريقي كيان موحد حقيقي بكل دوله، مع الوضع في الاعتبار تفاوت كبير جدا بين اقتصادات الدول الإفريقية. وأيضا الدور الدول الرائدة في القارة الأفريقية، الدول الكبرى في القارة الأفريقية، عندنا دولة زي جنوب أفريقيا، دولة زي نيجيريا، دولة زي مصر، دولة زي الجزائر، كل دولة منهم عندهم تجربة اقتصادية واجتماعية في التنمية مهمة جدا جدا، وممكن باتصالاتها مع الدول الأفريقية وبدعم علاقتها مع القارة الأفريقية أن تساهم في مزيد من التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية. يعني التواجد المصري في أفريقيا أمر في غاية الأهمية. إحنا منطقة على الأقل
منطقة حوض النيل باعتبارها منطقة أمن قومي بالنسبة لمصر، تواجد مصر فيها في غاية الأهمية. أنا خدمت في أوغندا وكان تواجد المقاولين العرب والشركات المصرية هناك كان في منتهى الأهمية. فالمزيد من التواجد المصري في القارة الأفريقية والدول المتقدمة زي نيجيريا وزي جنوب أفريقيا وزي الجزائر، دعم علاقتها مع القارة الأفريقية يفيد قضية التنمية في القارة الأفريقية، ويفيد أيضا في دعم التعاون لمواجهة الإرهاب ولمواجهة سقوط الدول الأفريقية وتحولها إلى دول فاشلة. هذا أمر في منتهى الأهمية. إحنا عندنا الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي يتميز أيضا بميزة مهمة جدا، وهو لديه مرونة كمنظمة إقليمية دولية في غاية الأهمية، أكثر مرونة من جامعة الدول العربية. ياريت الجامعة العربية يكون عندها من المرونة مثل ما لدى الاتحاد الأفريقي، يعني يقوي نفسه ويعمل التغييرات الهيكلية التي تتم الآن في منظمة الوحدة الأفريقية في الاتحاد الأفريقي في غاية الأهمية. يجب أن تكون هناك تغيرات هيكلية أيضا في جامعة الدول العربية حتى نواجه ما نواجهه من ملف جامعة الدول العربية. ملف آخر طبعا، لكن حضرتك بتشيد بكيان الاتحاد الافريقي طبعا كتجربه، لانه يتاثر بالاتحاد الاوروبي، عنده يعني الاتحاد الاوروبي يؤثر فيه، ونامل ان الوحده الاوروبيه اقتصاديا على الاقل يعني افريقيا تكون يعني او تسير على نفس الخطى ونفس المسار حتى يتحقق ذلك. دكتورة عزيزة، يعني مواجهه الارهاب يجب ان تكون ايضا جماعيه، يعني كل دوله تختلف ظروفها وتختلف شكل الجماعات التي تواجهها، رغم أنه الخراب والدمار والتأثير الاقتصادي والتأثير على شباب واحد. هي قضية الإرهاب طبعا قضية خطيرة جدا، والحقيقة أن توصيفها نفسه مش قادرين يتفقوا عليه عالميا. يعني تعريف الإرهاب يعني من يعني أنا لا أتصور أن أي جماعة، أي معارضة تحمل السلاح وتكون معارضة مسلحة تتسمى معارضة. طول عمرنا بندرسها في السياسه وفي كده انها متمردين ريبلز هم الارهاب. هم نفس الغرب كانوا يطلقوا عليهم والمتمردين، اقام المتمردون كذا، صنع المتمردون كذا، توطن المتمردون في كذا، تحركوا المتمردون والارهابيون والقتله عمرها ما كانت تبقى معارضه يعني مسلحه. فاذا يعني توصيف الارهاب في حد ذاته ووضع الآليات لمكافحته مش محتاجة، لا يمكن أن تتم بعمل فردي من دولة واحدة. لن تنجح دولة واحدة، لأنها يعني العملية بقت عالمية أصلا، ومن لا ندري من أين يعني التمويل والتوجيه والحماية والتسهيل وكذا. فلا بد وأن تكون هناك آليات واتخاذ قرارات جماعية ومكافحة عالمية بخطوات محددة. يعني آليات محددة لذلك، زي مثلا الرئيس ما كان يعني رئيس المنظمة بتاعت مكافحة آثار التغير المناخي، ودلوقتي في واحدة تانية للطاقة وفي للإعلام الإفريقي وفي الكذا. فلا بد وأن يكون لكل القضايا الكبرى التي تهدد المجتمعات الإفريقية والعالم كمان. أنا بشكركم شكرا جزيلا، دكتورة عزيزة بدر الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، سيادة السفير محمد العشماوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. شكرا، أشكركم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.